هذا وينطلق في مركز البحرين العالمي للمعارض ولأول مرة معرض العطور العربية، وذلك بالتزامن مع معرض الجواهر العربية 2022. عطور عربية وفرنسية فاخرة يكشف عنها معرض العطور في نسخته الأولى، والذي ينطلق بالتزامن مع معرض الجواهر العربية ليجمع بين الفخامة والأناقة تحت سقف واحد. المعرض يساعدنا ويعطينا الفرصة أن نتواصل مع الزبون بشكل مباشر، ويعطينا الإمكانية للتنافس العالمي والدولي في مجال العطور. وإحنا في جنيد هالسنة يبنى أشياء نادرة، أشياء مو موجودة في المحلات، أشياء أول مرة طلعناها من سنين وبنين، مثل الغرشة اللي مصنوعة من الكريستال والذهب والألماس، وقطع عود كانت مخزونة حق 30 سنة ويايبينهم للعرض فقط حق المعرض هالسنة. السنة الأولى شاركنا كعطور، فهذا طبعا يرفع إيمج الشركة ولله الحمد، وأنا سعيد جدا بالتنظيم والترتيب اللي قاعد نشوفه بمعرض البحرين أمانة. تحفة نادرة مرصعة بالألماس قدمها معرض العطور في موسمه الأول على شكل عبوة عطر وضعت للعرض فقط، صممت منذ سنوات طويلة وتم الكشف عنها في هذا المعرض لتكون علامة من علامات إبداع المنتج البحريني. احنا أول مشاركة لنا، وإن شاء الله ما هي آخر المشاركة، ونتعرف على أهلها الطيبين وناسها الطيبين وناس الكرام أمانة، وسعدنا احنا بتواجدنا في هذا المعرض إن شاء الله. اليوم في هاي السنة أول سنة يقام معرض العطور بالتزامن مع معرض الجوهرات العربية والجواهر العربية في هذا الصرح الشامخ اللي افتتحه سيدي سمو ولي العهد حفظه الله. طبعا شيء الجميل ان المكان هذا يعني في راحة كبيرة للزائرين، ونحن طبعا شركة إماراتية نزلنا منتجات جديدة من العود ودهن العود، ونتشرف بكل اللي بيزورنا ويستمتع بهذا المعرض الجميل. معرض العطور فرصة جيدة يعرفنا على الزبائن من داخل البحرين وخارج البحرين. حدث نوعي ضم تحت سقفه مجموعة من العلامات التجارية البارزة محليا وعالميا في عالم العطور، قدم المشاركون فيه قطعا نادرة من العود والعطور المتميزة ذات الرائحة النفاذة، والتي تمت صناعتها خصيصا لمعرض العطور في البحرين. تأتي فكرة إطلاق معرض للعطور بالتزامن مع معرض الجواهر العربية ليساهم في دمج العطور بالمجوهرات لتكتمل أناقة محبي الفخامة والتألق، خصوصا وإن معرض العطور في نسخته الأولى استطاع أن يجذب عشاق العطور ممن يتطلعون لاقتناء رائحة متميزة ونادرة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.